السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت معكم بوصفه جديده ان شاء الله، وهو التيراميسو. التيراميسو هو يعني ديسير او يقدوه هما تورتا الايطاليين، هو ديسير ايطالي. كنتمنى يعجبكم. هذه الطريقه الاصليه، يعني كيتصايب بالقهوه ماسكاربوني والبيض، هذه الطريقه الاصليه ديالو. الناس من بعد غيروا فيه، واليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديالو. اول حاجه كيف ما كيبان لكم، هادو هما المكونات. عندي هنايا القهوه، كنغليها مع شويه ديال السكر، كنخليها حتى كتغلي. ومن بعد عندي هنايا البسكوي ديال التيراميسو، هذا كيكون خاص. وعندي هنا 6 ديال البيضات، وعندي هنايا السكر حسب الرغبه، وعندي 2 حكاك ديال الماسكاربوني 250 غرام 250 غرام، وعندي فانيلا كيف ما كيبان لكم، كيس ديال الفاني. والايطالي الاغلبيه كيديروه يعني في قالب كبير، يعني بحال شكل تورته كيف ما كيبان لكم، كيصايبوه بحال هاد القوالب. حنايا اليوم ان شاء الله غادي نديرو قوالب فرديه، يعني كيكون حسن. غادي نصايبو في هاد الكؤوس كما كيبان لكم، ونطلقوا دابا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. اول حاجه ان شاء الله هو غادي نستيو، نشدو 6 البيضات، غادي نستيو الصفار على الابيض، واخا كيبان لكم يعني الاساس ديالو البيض، كيجي ما فيه ريحه الزفوريه، كيجي لذيذ، واحد الكريمه هائله. غادي نطربو دابا البيض ديال البيض، غادي نبقاو مستمرين في التطراب حتى كيبقى ابيض اللون ديالو، كيولي مورانغ. صدقوني غادي يعجبكم هذا الديسير، جربوه. هنايا من بعد ما ولا عندي ابيض البيض مورانغ، هذا هو القوام اللي بغيت فيه. غادي ندوز دابا نطرب الصفار ديال البيض، غادي نبقى مستمره في التطراب. دابا غادي ندير تقريبا شي 3 المعالق ديال السكر، السكر حسب الرغبه، انا ما كيتعجبنيش الحلاوه بزاف. يعني كل واحد والرغبه ديالو. من بعد غادي نزيد عليها الفانيا، نكهه الفانيا هي اللي كتحيد يعني الزنخه ديال البيض. غادي نبقاو نطربو الصفار البيض يعني حتى كيولي عنده قوام كريم كريمي، وكيولي اللون ديالو كيتبدل كيف ما كيبان لكم هنايا. ومن بعد غادي نشد الماسكاربوني، غادي نزيد عليه تقريبا 3 ديال المعالق ديال السكر، حنت هو الماسكاربوني يعني ما فيهش الحلاوه، يعني كيكون مسوس بحال الجبن. وكنبقاو دابا نطربو هذاك الماسكاربوني حتى تيولي كريمي.
وغادي نبقاو نضيفو عليه داك الصفار ديال البيض شوي بشوي، ونبقاو نطربو حتى كيندمج داك الصفار ديال البيض مع الماسكاربوني كيولي عندنا قوام كريمي. هاد الكريمه ممكن نديروها نديرو بها بزاف ديال الطورطات وبزاف ديال الحلويات، كتجي المذاق ديالها لذيذ بزاف. من بعد ما سالينا تطراب غادي نبقاو نزيدو بياض البيض فوق الخليط ديالنا، يعني نبقاو مستمرين في التحراك ولكن يعني بخفة باش ما يتفش لينا البيض ديال البيض، ومن الفوق لتحت كيف ما كنديرو في يعني الكيك الاسفنجي شويه بشويه حتى كندخلو كاع داك بياض البيض في يعني في الكريمه ديالنا. يعني الصور راه كتبين لكم كل شيء. ودابا غادي نشدو البسكوي غنقسمو على جوج، غنبقاو نغمسوه في القهوه ونحطوه في القاع ديال الكاس، يعني نحاولو ما نغمسوش بزاف خصوصا اللي ما كيبغيش يكون الديسير ديالو فاسك بزاف. وغنضيفو واحد المعلقه ديال الكريمه، وغادي نضيفو الطبقه الثانيه ديال البسكوي، من بعد هاد الكيسان غنقيو الجوانب ديالهم، غنضيف الطبقه الثانيه ديال البسكوي، غير نحاول نديرهم بخلاف، يعني في الاول درتهم في واحد الاتجاه، المره الثانيه غنديرهم في اتجاه اخر باش يجيني داك الشكل ديال الديسير يعني جميل، ما يكونش مخبي البسكوي يكون باين ليا. ومن بعد غادي نضيف طبقه اخرى ديال يعني الكريمه، ومن بعد مني وجدناه غادي نديروه في الثلاجه يعني حتى لعند التقديم عاد، يعني كنزيدو عليه طبقه ديال الكاكاو، الكاكاو المر بطبيعه الحال، وممكن تزينو باش ما عجبكم. انا درت يعني اللوز مهرمش ودرت طبقة ديال الكاكاو في شي كيسان، يعني درتهم مختلفين كل واحد حسب الرغبة ديالو. ان شاء الله يعجبكم الديسير ديالي، وكنتمنى تجربوه، كيجي لذيذ بزاف وكيجي كريمي. هذا الشكل النهائي ديالو كيف ما كيبان لكم كيشهي، وانتم كيبانوا لكم دابا الطبقات ديال الكريمه مع البسكوي. هذا هو الغرض اللي بغينا قبيله فاش درنا البسكوي مختلف في الاتجاه. كيبان المنظر ديالو كيشهي، والمذاق ديالو رائع جدا. وبسلامه في وصفه اخرى ان شاء الله.